المستخدم بعد كده هو مستخدم الحقيقة خاص بإدارة متابعة البحوث داخل عمادة البحث العلمي نفسه. فأيضا عندنا هنا قائمة الإشعارات الخاصة بيه بتظهر له أول ما يدخل على النظام. في عنده مرحلة التحكيم، بيقدر يشوف من المقترحات البحثية الجاهزة للتحكيم، يقدر إن هو يعمل لها عملية معالجة. يعني هو بيشوف هنا المقترح البحثي ويقدر إن هو يعني يبعته لمحكمين اللي هو مسجلين في النظام لو كانوا موجودين. يعني لو أنا عملت مثلا بحث هنا، أنا ممكن يطلع لي المحكمين، أقدر أعمل إسناد لمجموعة من المحكمين بحيث إن هما يقدروا يقيموا البحث العلمي. في عندنا مقترحات بحثية قيد التحكيم، يعني بيطلع لي هنا هذه المقترحات، أقدر إن أنا أعمل متابعة بحيث إن هو يشوف يعني المدة المتبقية بالأيام قد إيه على أساس إن هو يقيم البحث. فممكن في هذه الحالة إن أنا ألغي هذا المحكم لو أنا شفت إن هو عدى مدة التحكيم، يبقى في الحالة زي كده ألغيه وأضيف محكم جديد بحيث إن هو يتولى تحكيم البحث. في عندنا مقترحات بحثية بعد التحكيم، يعني دي يقدر إن هو يشوفها، يقدر إن هو يستعرضها، أو يقدر أيضا إن هو يعمل عملية معالجة بحيث إن هو يعني يتم إرسال خطاب القبول للباحث عشان ينتقل إلى مرحلة توقيع العقد. في عندنا مقترحات بحثية بعد استيفاء تعديلات المحكمين، يعني ممكن المحكم لما يجي يشوف البحث يطلب بعض التعديلات. ففي هذه الحالة يعني بيقدر يشوف إن هو دي المقترحات البحثية بعد التعديلات، ممكن يعمل عملية معالجة بحيث إن هو إيه، يا إما يتم إرسال البحث إلى نفس المحكم مرة تانية عشان يعني يعيد التقييم، أو ممكن إن أنا أختار محكم آخر بحيث إن أنا أرسل له البحث العلمي والتعديلات اللي تمت عليه بحيث إن هو ياخد قرار. في عندنا الأبحاث المرسلة للجنة العلمية، يعني يقدر إن هو يطلع عليها. لو كان في تم القبول فأقدر أرسل خطاب القبول للباحث، أو إن هو مثلا أقدر إن أرسل التعديلات، يعني لو في تعديلات موجودة عندي على حسب الحالة الموجودة. يعني هنا هنشوف إن التعديلات تم قبولها من المحكم وهنا لازال في طلب تعديلات، فبيقدر هنا إدارة متابعة البحوث تقدر تبعت التعديلات للباحث بحيث إن هو يقوم بتعديلها. في مقترحات بحثية بعد استيفاء تعديلات اللجنة العلمية أيضا هنا بتطلع له، وأقدر إن هو يعني بعد ما الباحث قام بتعديلات اللجنة العلمية أقدر إن أنا أرسلها للجنة العلمية، وبختار من هنا مين الأشخاص الخاصين باللجنة العلمية إن أنا أرسل لهم البحث العلمي. طبعا أقدر أختار أكتر من واحد عشان أرسل له المقترح البحثي بحيث تكون في لجنة علمية. في مرحلة توقيع العقد، ده طبعا المفترض إن هو بعد يعني الموافقة على البحث العلمي، فبيقدر إن هو يجي عشان يوقع العقد. فلما بتعمل عملية المعالجة برضو هنا، فهو بيقول يعني هل في تعديل على المدة الزمنية والميزانية النهائية ولا لأ، بحيث إن هو يتم التوقيع بناء على الكلام ده. في بعد استيفاء تعديلات مرحلة توقيع العقد، يعني ممكن تكون بتظهر هنا، يعني لو في تعديلات أثناء العقد ممكن هو يطلع له هنا عشان يبقى عارف إن في تعديلات في مرحلة توقيع العقد. إنما في حاجة تانية إن هو بعد مرحلة توقيع العقد قد يحدث اعتذار لأي سبب من الأسباب، فيعني بالتالي يعني زي ما احنا شايفين هنا إن البحث نفسه الباحث هو اللي رفض إن هو يكمل. في عندنا الأرشيف طبعا لو هو يحب إن هو يبحث بحيث يطلع البيانات السابقة بحيث يقدر إن هو يطلع عليها. في برضه تغيير كلمة السر، يمكن استعرضناها أكتر من مرة، هي نفسها برضه الموجود. بهذا الشكل نكون استعرضنا الوظائف الخاصة بإدارة متابعة البحوث.